السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج أجر العاملين. عودناكم أن يكون هذا البرنامج تغطية لنشاطات أقسام ومؤسسات العتبة العباسية المقدسة في موسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وعامنا هذا 1442 للهجرة. راح اليوم نسوي جولة في مؤسسة ربما أنتم شايفين بعض نشاطاتها، لكنها هناك نشاطات يعني راح نتعرف عليها من خلال هذا اللقاء، وهي أكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي والمشرف الطبي على الأكاديمية الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو طحين. نتشرف. أهلا وسهلا بكم. حقيقة احنا اليوم نريد نشوف هاي الأكاديمية، الاسم هذا يعني ربما غريب على الناس، أول مرة تسمع، عادة تسمع أقسام العتبة الأخرى. نريد نعرف اليوم شنو هاي الأكاديمية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على طيب حياتنا وسعادتنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وأبي الفضل العباس عليهم السلام، رزقكم شفاعة الإمام. الله يحفظكم جميعا. شكرا جزيلا أستاذ جسام على الاستضافة. أكاديمية الكفيل هي إداريا شعبة تابعة للأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، هي أكاديمية متخصصة بالإسعاف والتدريب الطبي، عندها اعتماديات دولية بعدة برامج من ضمنها التدريب الطبي للكوادر الطبية من ممرضين وأطباء، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية يعني متمثلة بعامة الناس من ضمنهم منتسبين العتبة، طلاب الجامعات، وحتى العوائل اللي موجودة بالبيت. بالإضافة لذلك عندنا تدريبات مختصة بالسلامة المهنية. ومن خلالها احنا نقدر ندرب حتى الشركات في المصانع والمؤسسات والمعامل أو غيرها. نعم مصانع حكومية ويعني أهلية. بالإضافة لذلك عندنا نشاطات مهمة ومتميزة بالإخلاء الطبي وإسعاف الزائرين، بالزيارات المليونية طبعاً على رأس زيارة الأربعين، بالإضافة أكبر المواسم. نعم. طبعاً أكبر المواسم على مستوى العالم طبعاً هي، وليس فقط على مستوى العراق، بالإضافة إلى زيارة الشعبانية، زيارة عرفة، زيارة عاشر من المحرم وغيرها من زيارات التجمعات، يعني حتى بما في ذلك ليالي القدر والخميس والجمع بيكون بها طبعاً أكيد زيارات وازدحام. احنا عندنا رسالة بالأكاديمية انه احنا نأخذ بالأسباب، أسباب الله سبحانه وتعالى بحفظ أرواح الناس من العوارض والأخطار التي ممكن أن تحدث. ترجمنا هذا العمل من خلال مسؤولية بإقامة ندوات، دورات، محاضرات باعتماديات دولية من خارج العراق، من ضمنها مؤسسة الصحة والسلامة الأمريكية آشي، بالإضافة إلى أكاديمية الأمن الأوروبية، وهذا طبعا اختصاص يعني كبير احنا ماشيين به بتدريب الاسعافات الحربيه للمقاتلين اللي هي غير الاسعافات الاوليه تختلف. طبعا هذا يعني بحر واختصاص مختلف، اللي هي تدريب اسعافات حربيه على مستوى متقدم في المعارك، ودربنا بها طبعا هي بدايه تاسيس الاكاديميه كان شغلكم اسعاف حربي. اسعاف حربي بالتاسيس اولا كان هي الحرب بعد الفتوى، يعني بالضبط هي بفتوه المرجع الاعلى سيد السيستاني، كان هذه الشراره لانطلاق الاكاديميه، طبعا تاييد السيد المتولي الشرعي الله يحفظه ودام توفيقه السيد احمد الصافي، كان تاييد مباشر وحضور متواجد بالاكاديميه، وهو كان مشرف ولا يزال المشرف الرئيسي على اكاديميه الكفيل، لان هي عمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى استنادا للعلوم اللي موجوده بكل العالم، نترجمها ونستغلها انه نطبقها لحفظ الزائرين. تطور العمل اكثر واكثر الى شملنا كل هذه التفرعات من الاسعاف المدني والحربي والسلامه المهنيه والاخلاء الطبي. بالنسبه ذكرت انت انه انتم عندكم تدريب للاطباء والممرضين، كل المستشفيات لو مستشفيات العتبه او العتبتين لو شنو الترتيب؟ احنا عندنا برامج طبيه معتمده عالميا، اللي هي مثلا دعم الحياه الاساسي بيسك لايف سبورت، الادفانس كارديك لايف سبورت اللي هي الدعم القلبي المتقدم، هذه البرامج الاخوه الاطباء الممرضين على علم بها، هذه برامج دوليه وعالميه باغلب دول العالم مطلوبه من الاطباء الممرضين انه يدخلون هذا الكورس ويحصلون على السيرتيفيكيت او الشهاده عنده. بالعراق ما مطلوب، ولكن هو فد مهاره حلوه ونحتاج انه نتعلمها تضاف للسيره الذاتيه للطبيب او الممرض. فاحنا كاكاديميه تابعه للعتبه العباسيه اكيد كانت مستشفى الكفيل هي من اولى المستشفيات اللي احنا دربنا بها، بالاضافه الى مستشفى زين العابدين ويعني غيرها المستشفيات حسب المستشفى اللي تطلب من الاكاديميه، الاكاديميه راح تكون بخدمتهم بتدريبهم. وبالاضافه طبعا المشعفين المتقدمين احنا ننتخبهم
المتميزين والمتقدمين راح ندخلهم هذه الدورات المتقدمة. يعني اللي ينجح بالدورات الابتدائية خلينا نقول تدخل بالضبط إن شاء الله. هسه احنا راح على زيارة الإخلاء، زيارة الأربعين عفوا أو نظام الإخلاء الطبي يتطلب مستويات من التدريب، مستوى المتطوع اللي هو مستوى البسيط الأولي، ومستوى المسعف المتقدم. هذا يحتاج تدريبات متقدمة إضافية، فأغلب منتسبين الأكاديمية هم مسعفين متقدمين داخلين هذه الدورات وغيرها من الدورات، حتى آخرها الدورة الجديدة دورة مستجيب الطارئ اللي هي Emergency Medical Responder. هذه دورة حديثة طبعا مع حد الصحة والسلامة الأمريكي، لا زالوا يأخذوها أونلاين من المتدربين. إن شاء الله راح نستفاد من عدها خلال زيارة الأربعين. هاي نقدر نسميها من مستجدات هاي هذا الموسم 1400. مستجدات أو من التدريب المستمر اللي موجود عندنا، التدريب والتطوير المستمر للملاكات الأكاديمية. يعني أنتوا الآن الملاكات اللي عندكم تدربت على أيدي ملاكات أجنبية خلينا نقول بالبداية؟ نعم ولا تزال. ولا تزال. إحنا عندنا يعني على الواقع الآن بسبب جائحة كورونا نشتغل على الأونلاين. يعني المتحدث حاليا هو مشرف طبي، ولكن إحنا عندنا ارتباط ويا معاهد دولية. المعهد الأول اللي إحنا مشرف علينا هو مركز الإمام الحسين الدولي للصحة والسلامة، وهذا بنخبة من الأطباء أخصائي الطوارئ والأوبئة بالإضافة إلى طب الأطفال والباطنية ومسعفين متقدمين. مقر بالنجف الأشرف، ولكن هو يضم يعني من داخل العراق ومن خارج أطباء العراق. عالمين يعني. أطباء عالمين متطوعين لخدمة العتبة المقدسة. جيد. أطباء وغير أطباء طبعا. وبالبداية كانت التدريبات عن طريق يعني ملكات أجنبية متخصصة جت للعتبة الأكاديمية يعني. هاي الملكات الإشرافية الأولى وهي أجنبية من دول عربية ومن دول أجنبية، بالإضافة إلى الاعتماديات مثلا أكاديمية الأمن الأوروبية. أكاديمية الأمن الأوروبية عندها عقد مع أكاديمية الكفيل بالتدريب والتطوير المستمر، ومدربين يجون بولندا ويجون من ألمانيا ويجون من غير دول لتطوير العمل اللي موجود والإشراف كذلك. يعني احنا من ننطي دورة بالإسعاف الحربية بين فترة وفترة يجي مدرب أجنبي يتابع مدربين الموجودين، إلى حد ما الحمد لله يعني وصلوا مدربين الأكاديمية أنه يكونون معتمدين من أكاديمية الأمن الأوروبية، وعندهم شهادات من أكاديمية الأمن الأوروبية وحاصلة حتى على تصديق الاتحاد الأوروبي يعني. هذا شيء مهم حقيقة، نقل الخبرات العالمية، والعراقيين أهلا لهذا التلقي. احنا راح نشوف فاصل ثم نعود، فكونوا معنا. التزاما بتوجيهات المرجعية الدينية العليا، بضرورة الالتزام الصارم بالضوابط الصحية أثناء إقامة الشعائر الحسينية، يجب الالتزام بما يأتي: مراعاة التباعد الاجتماعي بين الحاضرين لمسافة لا تقل عن 1.80 متر، استخدام الكمامات الطبية وسائر وسائل الوقاية من انتشار الوباء، تعقيم وغسل اليدين باستمرار. تقبل الله أعمالكم. عدنا أيضا مع الدكتور إبراهيم أبو طحين ليحدثنا عن نشاط الأكاديمية. الآن تكلمنا، احنا عرفنا الآن الأكاديمية شنو، نعرف نشاطها في الزيارات المليونية الخاصة اللي هي يعني العاشوراء والشعبانية والأربعينية، وحتى ربما الجمعة باعتبارها تقريبا نصف مليونية. احنا عندنا 52 خميس، عندنا حشود كبيرة في هاي الأيام. يا ريت تحدثونا عن نشاطكم في هاي الموسم الخاصة. يمكن بالمقدمة احنا شوي ركزنا على موضوع أكاديمية الكفيل من ناحية التدريب. بالزيارات اللي راح يصير او بالتجمعات احنا راح نطبق وننزل هذا التدريب الى الواقع والى الارض. احنا نطبق خطة، هي خطة او نظام ادارة الحوادث اللي يصير انه الأكاديمية تكون ماسكة الارض. احنا ما نعمل عمل الاطباء وعمل المراكز الطبية، لا، عملنا يصير عمل المستجيب الاول، الشخص اللي يكون هو قريب من الحادث على عدة مستويات. المستوى الأول متطوعين، نأخذ عدد من المتطوعين يتم تدريبهم على الإسعافات الأولية بعدة برامج، من ضمنها نعاش قلب الرئوي والإسعافات الأولية، نقل المصاب وغيرها. يتوزعون بطريقة مدروسة على أماكن معينة مع نقالات مع أدوات إسعافية. هذول يكونون هم المسعف الأول أو المستجيب الأول للحالات. لا سمح الله في حال صار إصابة أو شخص فقد الوعي أو شخص صار عنده فد عارض معين، راح يتقدم المسعف. عمل المسعف إنقاذ الحياة، المحافظة على الحياة، أو تقليل الأذى والضرر على المسعف، أو على الأقل المحافظة على الحالة مثل ما هي حتى تصل إلى
الإسعاف المتقدم. فهذا راح يكون عمل المسعف، راح يقدم الإسعافات الأولية، ينقل المصاب بشكل صحيح ويخلي إلى مركز إخلاء أو إلى سيارة إسعاف صغيرة مثل السيارات اللي صممناها، أو إلى المركز الطبي المتقدم سواء مفرزة أو مستشفى. فهذا ملخص العمل، نسموه نظام إدارة الحوادث. إذن أنتم معناته الأكاديمية هنا دورها نقدر نسميها الباب الأول اللي يدخل من عنده الذي يقع له حادث طارئ، سواء كان مرض أو يعني حادث سمح الله صحيح بسبب معين، فيكون أنتم خلينا نقول المستجيب الأول. المستجيب الأول النقطة الأولى في يعني حل المشكلة. بالضبط، احنا نكون مستجيب الاول بالتعامل مع هذه الحاله الطارئه واخلاءها. طبعا هذا العمل هذا تدريب، بعد اكو تخطيط للموضوع، اكو اداره، اكو اشراف، اكو تواصل. مبدئيا مثلا طريق التواصل، احنا سوينا نظام اللي هو سيطره الاغاثه، وهذا قاعد نتابع بالزيارات المليونيه، عباره عن نظام تواصل بين المسعفين، بين المسعف المتقدم، بين المركز الطبي، ووصلنا يعني الى تواصل بعد مع المستشفيات ومع سيارات الاسعاف الكبيره وحتى يعني المستشفيات البعيدة. شبكة اتصالات. شنو الفكرة من عندها؟ مثلا بالزيارة الأربعينية أو بالزيارات المليونية يكون تزاحم، أكو حالات أنت تحتاج أن تنقلها إلى مستشفى تخصصي ثالثي، مثلا عندنا في كربلاء مستشفى الحسين، أو أكو حالات ممكن أن تعالجها المفرزة القريبة عليك، أو أكو حالات ممكن أن تعالجها مستشفى قريب عليك مثل مستشفى السفير. فإحنا هذا كل المنطقة دارسيها، دارسين كل مستشفى شنو راح يواجه أو شنو يقدر يعالج من حالات. فالمصاب نقيم حالته، نقدم له الإسعاف ونقرر وين ننقله، بدل ما أنا أنقله المكان ويقول لي ما أستقبله. وهذا لازم حضر روحك تعرف وين توديه. أنا راح أحضر نفسي، أحضر الجهة، أنطيها خبر أنه جايكم حالة بكذا إصابة، بكذا إصابة، يحتاج كذا كذا كذا، راح يستعدون الجماعة هناك، نقلل التعب على المسعفين، نقلل التعب على المراكز الطبية، ونقلل الحركة والتزاحم، ونستغل الوقت. شو تتحركون مع هاي الجموع المليونية والمواكب هاي الحركة صعبة يعني. زين صعب. أولاً شلون تتحركون، وثانياً شلون الاتصالات يعني شلون تجيكم؟ ممكن أنت الحالة عنك جزء 20 متر بس ما تقدر تشوفها لأنه أكو حركة مشاة. شلون تسيطر على هذا؟ أولاً موضوع مراقبة الحالات، إحنا مقسمين الفرق الإسعافية على 5 5 مع نقالة، وموجهيهم بأماكن بحيث إنه يسيطرون على المكان اللي موجود. يعني قصدك ماسحين المنطقة بحيث يعرفون الأماكن، مسيطرين الأماكن، كل الأماكن تكون مغطاة. بنفس الوقت المسعفين يكونوا لابسين زي مميز وزي الإسعاف، راح يكون يعني ملفت للنظر، فالناس تقدر تعرف أن هذا مسعف حتى تروح له. المرحلة الثانية أو الأصعب وهي النقل الداخلي، أو النقل من الإسعاف يعني من المسعف إلى المستشفى القريب أو المستشفى. السيارات الكبيرة بوقت الزيارات يكون صعب جدا حركتها وتسبب إرباك واستدارات وغيرها. فأكاديمية الكفيل بعد تواصل مع مركز الإمام الحسين، بعد دراسة أكثر من مشروع، فكرنا أنه سيارات الشحن اللي موجودة عند العتبة وقاعد تستخدمها في أكثر من مكان، حورنا من هذه السيارات وحولناها إلى سيارة إسعاف صغيرة. أولا تحافظ على البيئة، تعمل على الطاقة الكهربائية على الشحن، حركتها بسيطة وسهلة وتؤدي الغرض. جهزناها بمسعف، جهزناها بأدوات إسعافية. يعني صنعتوا لها خلينا نقول بادي يعني خاص، وبحيث يصير كم تصميم كامل إنه تتحمل مصاب بسدية مرتبة، يعني استلقاء مريح يكون للمصاب، بالإضافة لذلك المسعف يكون إلى مكان قريب للمصاب يقدر يراقبه، يقدر يقيم حالته، يقدر يتابعه، إضافة إلى أدوات إسعافية، حتى قنينة أكسجين ممكن أن تكون موجودة داخل السيارة. وهذا الموضوع يعني إحنا من العام الماضي باشرنا به وأنقذنا الكثير من الحالات، وسهلنا عمليات النقل داخل منطقة بين الحرمين بشكل كبير بواسطة هذه السيارات، فكان نعمة كبيرة هذا الإنجاز. سين معناته أنتوا على الحالة أنتوا لازم عندكم كادر أو ملاكات إضافية متطوعة ربما عندكم إضافة للكادر الموجود، صح؟ إحنا أولاً عندنا كوادر طبية بمسعفين، مو العفو مو طبية، هي كوادر إسعافية. إسعافية حتى واضح. إحنا نركز على المصطلحات. الكوادر الإسعافية على مستوى عالي من التدريب وبشهادات دولية، إنه يكونون مسعفين متقدمين للحالات المتقدمة، بالإضافة إلى الإدارة والتنظيم للأمور. طبعاً إحنا أكيد نحتاج إلى متطوعين وعدد كبير جداً حتى يغطي منطقة بين الحرمين، اللي هي المنطقة اللي الأمانة قررت أنه الأكاديمية تغطيها، هي منطقة بين الحرمين ومنطقة حائر أبو الفضل العباس عليه السلام. الحائر تقصدون به حتى الشوارع المؤدية، يعني حتى الشوارع الجانبية. نطمح أنه إحنا نأخذ الشوارع الجانبية، ولكن الموضوع إحنا نركز على النوعية أكثر من الكمية.
فتعرف يعني احنا عندنا مثلا 300 متطوع. تدريب هؤلاء المتطوعين مو عمليه سهله طبعا، والاشراف عليهم مو عمليه سهله. والتواصل قبل الاربعينيه لو شنو؟ طبعا تدريب قبل الاربعينيه. احنا باعتبار راح ندخل على الاربعينيه هذه السنه بظروف مختلفه. الاكاديميه طبعا في ظل جائحه كورونا كان عندها الكثير من النشاطات، هل نتكلم عليها ان شاء الله بالجزء الثالث ما يخص الاربعين، بس الفكره انه التدريب في هذا العام اختلف بطريقه جديده. بالتعاون مع مركز الامام الحسين الدولي صار عندنا منصه الكترونيه للتدريب على الاسعافات الاوليه، بحيث ان المسعف من بيته او المتطوع اللي يجينا من بيته سواء هو ماخذ دوره، هو ياخذ الدوره ويجتاز الاختبارات ويحصل شهاده الكترونيه. من يحصل الشهاده الالكترونيه ويعرضها على المسؤولين بالاكاديميه يتم قبوله للمرحله الثانيه وهي مرحله التطبيق العملي. طبعا من ضمن الدورات اللي موجوده دوره الوقايه من الامراض المعديه من ضمنها كورونا، دوره انعاش قلب الرئوي، الاسعافات الاوليه، نقل المصاب، التصنيف الطبي، سبع دورات هي موجوده حتى الان، الاكسجين وغيرها. يجتاز الدورات يحصل على الشهادات، وطبعا عندنا بالموقع مسجل الاسماء ويراوينا الشهاده اللي حصلها، وهذا كله هو بالبيت وما ياخذ من عنده اي وقت قبل الليل الازدحام. اي احنا من زمان منبهين على هذا الموضوع، متواصلين ويا الشباب كل المحافظات العراقيه اللي يحبون يطوعون باكاديميه كفيل كمسعفين. اجتازوا هذه الدورات راح ننتقل للمرحله الثانيه، مرحله التدريب. المرحله الثانيه بس بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين ننتقل الى فاصل لنكمل اكاديميه الكفيل الاسعاف والتدريب الطبي. شكرا لكم. أيها الزائر المؤمن، كيف تستحضر الإمام السجاد عليه السلام معك في زيارة الأربعين؟ وأنت تحمد الله تعالى على النعمة وترفع بقايا الطعام من الأرض، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في شكره لله. وأنت تسير وتستثمر المشي في حفظ سورة من القرآن الكريم أو قراءة دعاء، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في علمه. وأنت تساعد شيخاً كبيراً وتعطف على الطفل الصغير، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في تواضعه مع الناس. وأنت تؤدي مراسم الزيارة بأدب عالٍ، فأنت قد استحضرت الإمام السجاد في أدبه وخلقه. وأنت تسير وتغض البصر عن المحارم، فإنك قد استحضرت الإمام السجاد في شرفه. فبادر الآن واستحضر الإمام السجاد عليه السلام في شخصيتك، وكن مثالاً وقدوة للرجل الحسيني الملتزم أمام العالم. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين ونكمل القسم الثالث من لقائنا مع أكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي. دكتور إبراهيم، معلومات كثيرة فيما يخص التهيئة والتدريب موسم الأربعين. إحنا اليوم أربعينة الإمام الحسين هذا العام تواجه الجائحة العالمية المشهورة كورونا، فأنتم بينت بعض القضايا، يا ريت تنطينا في ما تبقى من دقائق البرنامج استعداداتكم لهذه الجائحة. والله يساعدكم، يعني أمر صعب، يعني أصلا شغلكم طبي طبعا هو أصلا صعب، جاتكم كورونا صارت القضية أصعب بعد. إن شاء الله ماكو شيء صعب، وكل إنسان توكل على الله سبحانه وتعالى في أداء أموره والله يسهل الأمور إن شاء الله. طبعا أكيد المسعف هو يكون بتماس مباشر مع الأشخاص أو المصابين، وقد احتمال كبير أنه يكون المصاب هذا حامل للمرض. بصورة عامة أكاديمية كفيل أصلا هي عندها برامج خاصة بالوقاية من الأمراض المعدية، وكان عندنا حملات للتوعية من فيروس كورونا بداية الجائحة وأثناء الجائحة. قدمنا دورات للمنتسبين العتبة وغيرها بموضوع الوقاية من الأمراض المعدية وجائحة كورونا. طبعا ضفنا التدريب المتطوعين هسه حاليا هذه السنه تدريب خاص للوقايه من الامراض المعديه، تم توفير عده وقايه كامله للمسعفين بالاضافه الى تدريبهم على التباعد الاجتماعي وغيره. فهذا جزء من الخطه، احنا لازم ان نكون مراعين لهذا موضوع الوقايه من امراض كورونا. بنفس الوقت احنا لا يمكن ان نهمل او ننسى باقي العوارض اللي ممكن تصير للزوار وغيرهم، اللي هي طبيعيه كل سنه. كل سنه طبعا نوبات السكر، نوبات التشنج، الحوادث لا سمح الله. نعم هو التشنج، تنفس عندك مشاكل انسداد مجرى الهواء، توقف عضلة القلب،
وغيرها، فهذه كلها لازم نستعد لها بالإضافة للوقاية من الأمراض المعدية أو وقاية من كورونا طبعا، بالتعاون مع باقي أقسام العتبة مثل شعبة الطبابة ووزارة الصحة ودائرة الصحة اللي هي تحمل الجزء الأكبر. طبعا مع وجود يعني مستلزمات الوقاية لنفس المسعفين، يعني هذا الموضوع طبعا كل مسعف لابد أن توفر لعدة وقاية كاملة، وليس فقط توفير عدة الوقاية وإنما التدريب عليها. التدريب مهم، طريقة خلع القفازات، طريقة لبس الكمامة، طريقة نزع الكمامة، هذه تؤثر حتى بنسبة الإصابات على مستوى العالم. ممكن أشخاص هم يلبسون كمامة لكن يبتديها بطريقة خاطئة فيؤدي للإصابة. ما ينزع الكفوف بطريقة صحيحة. طبعا هذه الوقاية مو فقط من كورونا، كثير من الأمراض يواجهها المسعفين والأطباء والممرضين لها طرق خاصة بالوقاية. كذلك مثلا ممكن استعمال بعض الادوات الاسعافيه والاطباء والممرضين، الابر وغيرها ممكن تنقل امراض ثانيه تنتقل عن طريق الدم مثل التهاب الكبد الفيروسي وغيرها من الامراض. فاحنا نركز على موضوع الاكاديمي، موضوع الاخلاء الطبي، احنا ان شاء الله يكون مسعفين مجهزين معلوماتا وعملا بالتدريب. وتم التدريب يعني انتم قلتوا 300 انتم السنه الجهزين. هذه السنه احنا كنا نطمح الى يكون العدد اكبر من هذا الغرض، لان حتى نغطي مكان اكبر وبنوعيه افضل، ولكن كان يعني ظروف الواقع اللي موجودين به حاليا، السكن والكذا والحظر، ونتوقع يعني ممكن انه عدد الزوار يقل او يزود على حسب. فالدراسه كان انه ناخذ 300 متطوع حاليا، وهم راح يكونون مسؤولين على تنفيذ خطه اداره الحوادث. طبعا طموحنا الاكبر لتنفيذ خطه اداره الحوادث وليس فقط في منطقة بين الحرمين وإنما في كل المدينة القديمة ويمكن في كل كربلاء. طبعا هذه الخطة إذا طبقت بشكل فعلي يكون تضافر لجهود القوات الأمنية وقوات وزارة الصحة وغيرها من الكوادر الساندة والدعم واللوجستيات والغذاء والسكن. فعدكم معنا تتعاون أنتم الآن مع آليات العتبة ومع الجهات الأخرى الأقسام الأخرى؟ هو جسد واحد، ماكو واحد يقدر يشتغل وحده، هو تعامل متكامل. أنت متطوع يحتاج له مكان، يحتاج له غذاء، يحتاج له دعم لوجستي، فلازم السكنة يحتاج لحماية الأقسام. يعني المضيف حيساهم وقسم أكيد طبعاً قسم شؤون الخدمية، قسم المضيف، قسم حفظ النظام، قسم رعاية الصحة، قسم رعاية الحرم، الأمانة، الكل يعني، والإعلام كذلك، فالكل هو مشارك في دعم هذا العمل. نعم. يعني هدفنا أنه إحنا نحافظ على هذه الأرواح المعظمة وهذه الزوار وحمايتهم بالقدر اللي نستطيع. زين، يعني أنا اللي أدري بي أنه حالات كثيرة أنتوا تسعفون، أنا بعض منها شايفها بعيني. يعني عندكم فد إحصائية لو نقول بالآلاف لو شنو سنوية العام الماضي مثلا؟ خلينا نقول إحنا عندنا نظام توثيق كامل. نعم. ما قاعد توثق كل الحالات، ولكن إحنا نحاول نوثق أغلب الحالات اللي موجودة. نعم. حوالي العام تم إسعاف ما يقدر ب 2500 حالة مسجلة وموثوقة. نعم. هذا راح أذكر حالة واحدة، هي حالة مميزة توجت يعني يعتبر انتصار عظيم لمسعفين أنقذوا حالة توقف عضلة القلب قرب حرمة بالفضل العباس، زائرة إيرانية وقعت بالقاع وصارت توقف عضلة القلب. قدموا المسعفين إنعاش القلبي الرئوي الاحترافي، وكذلك استخدموا جهاز AED أو جهاز مزيد الرجفان الخارجي الآلي. AED هو جهاز قادر على إعطاء صدمة كهربائية لتنظيم ضربات القلب الغير منتظمة. هذا الجهاز بأمر من سماحة السيد المتولي الشرعي، أصدر أمر بتعليق هذا الجهاز لأهميته على كل أبواب العتبة المقدسة. سبحان الله، العام الماضي إحنا علقنا هذه الأجهزة، بنفس السنة أنقذنا بها زائرة إيرانية تعرضت لحالة توقف عضلة القلب، وهذا جهاز متطور وبسيط بنفس الوقت، هو بسيط الاستعمال بحيث أن مسعف قادر على استعماله. جيد. وأخذنا يعني الزائرة الإيرانية إلى بعدين قدمنا لها بالإنعاش في المستشفى، تابعنا حالتها إلى ما وصلت لإيران هي بكامل وعيها بكامل طاقتها، رجعت حالتها إلى وضعها الطبيعي الحمد لله. الحمد لله بعد هذه الحالة. يعني شغلكم أنتم الحقيقة متشعب وكبير. أيام الخميسات أيضا أنا أشوف عندكم دورات تطون للناس. يعني صحيح، أكو بعد جزء احنا عندنا على مستويات، مثلا هسه بزيارة الأربعينية خطة الإخلاء مالتنا راح تشمل إضافة مخيمات للإخلاء حتى تصفية للحالات تكون، أو فرز للحالات بالحدائق مال بين الحرمين، راح ناخذ مكانين أو أكثر من مكانين تصفية الحالات نفس الوقت حتى نقلل على المراكز الطبية. فمختلف عملنا من زيارة إلى زيارة، بأيام زيارات الخميس أو بأيام زيارات اللي يكون العدد أقل
نفتح طبعا قبل جائحة كورونا، هسه حاليا نحاول انه نبتعد عن هذه التجمعات، مخيمات للتوعية بموضوع إسعافات أولية مع الزائرين، جموع الزائرين. انت في بيتك اذا طفل غص شنو راح تسوي له؟ اذا اخوك او والدك تعرض الى ازمه قلبيه شنو راح تسوي له؟ شنو راح تتصرف وياه؟ هيك عمل مهم جدا، هذا يعني عمل مهم وما قاعد يوصل للناس، فاحنا نحاول نوصله بافضل معلومات من مصادرها العلميه الصحيحه بدل الموجود والمغلوط في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. فاحنا نحاول نجيب معلومات الصحيحه ونوظفها بشكل توعيه الى الزائرين، وان شاء الله توصل الى كل بيت عراقي موجود وحتى خارج العراق. ننتظر منكم مقاطع فيديوية تخلوها على مواقع التواصل حتى تعوض الأخطاء الموجودة في قريبا إن شاء الله. إن شاء الله قريبا راح تكون دورات أونلاين أو فيديوهات راح تنزل موضوع الإسعافات الأولية، إن شاء الله تكون مفيدة لعامة الناس. شكرا للدكتور إبراهيم أبو طحين على هذه المعلومات القيمة، المشرف الطبي على أكاديمية الكفيل للإسعاف والتدريب الطبي، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة المفيدة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.